ليش انزلت؟ مو لازم نحكي. بشو رح نحكي؟ تركناها عنده واجينا. شو نعمل؟ صارت كبيرة على الضرب. يا ريت أصريت عليها كمان شوي. يعني شو كان رح يتغير؟ لو أصريت كانت رح تقلي روح شوف حالك بعدين تعا حاسبني، ما هيك؟ ما حق. نيفين متزوجة، عندها جوزها وعندها بنتها وبتحب واحد تاني، وهذا غلط كبير. واللي عم تعاتبيني انت عليه عم تعمله هي. استنى شوي، شو عم بتقول؟ هلا انت عم تحط حالك مع بنتك نيفين بنفس الكفة بهالموضوع؟ مو بس نيفين، وإيلين كمان. التنتين تزوجوا وحبوا رجال غير زواجهم. ايه مزبوط حكيك، هنن غلطوا بجازاتهم. بس انت نسيان شي مهم، زواجهم هنن ما كان في حب ولا حتى انسجام. بس نحن مو هيك علي، نحن كنا منحب بعض وحبينا بعضنا كتير. وبعدين شو صار؟ شو عملت؟ انت دعست على قلبي، رحت وتزوجت كارولين. انت اهنتني. جميلة، احكي الحقيقة، كل هذا الحب كان بقلبك تجاهي أنا؟ هذا السؤال أنا اللي لازم أسألك إياه علي. كان في حب بقلبك تجاهي أنا؟ كان في، ولهلا نيفين؟ نيفين؟ فيك شي؟ نيفين؟ شبكي؟ بنتي؟ تعي تعي يلا نطلع البيت. شو صاير معك؟ نيفين بنتي شوفي، رحت على بيتي بس غسان ما فتح لي، ما خلاني اشوف زهرة. طيب فوتي. حاجة تبكي، اهدي. بعد اللي صار ما عاد فيني أعيش مع غسان. يا ريت لو ما صار هيك. في كتير أمور منقول عليها يا ريت لو ما صارت أصلا. كلمة يا ريت ما بتنفع. أنا ما تجوزت غسان غير لأنه كان بيقدر ينقذ حياة أحمد، ومن بعد رضيت بنصيبي وسكتت. فكرت حالي نسيته، ما كنت متخيلة رح يطلع بحياتي مرة تانية. بس رجع وانقلبت حياتي بسببه.
نيفين. يلي بعد هلأ هو المهم. انتي ست متزوجة وعندك بنت، لا تخربي بيتك. أنا بدون زهرة ما فيني اتنفس ولا فيني أعيش بعيدة عنها. بنتي غسان مقهور كتير ومتضايق منك، وبصراحة معه حق. تركي هلأ ليهدى شوي وانتي تهدي كمان وبعدين احكوا. قلت لك ما فتح لي الباب. الحق معه يعاملك هيك بعد كل اللي عملتيه، ولا شو متوقعة؟ يتركك على كيفك؟ بركي بكرة بروح وبحكي معه. Mm-hmm.